أهلا بكم. اقتحم مستوطنون صباح الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية وسط دعوات مقدسية متواصلة للاعتكاف في العشر الأوائل من ذي الحجة. وأفاد مراسلنا أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وقاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته. وتأتي اقتحامات المستوطنين المتكررة ضمن محاولات الاحتلال لفرض مخططات التقسيم الزمني والمكاني في المسجد الأقصى. وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا في فلسطين الزميل عبد الهادي فرحات. بداية ضعنا في صورة ما يجري في المسجد الأقصى. بداية زميلتي، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالطبع قام المستوطنون الإسرائيليون صباح اليوم باقتحام المسجد الأقصى، حيث بات أمر اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين وتحت حماية مشددة من قبل عناصر الجيش الإسرائيلي أمرا يوميا باستثناء يوم الجمعة والسبت. وتكون هذه الاقتحامات على فترتين، وهي فترة مسائية وصباحية. اليوم أقدمت العناصر المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على المقدسيين داخل باحات المسجد الأقصى وإفساح الطريق للمستوطنين، وشهد تواجد جماعات صهيونية وجماعات صهيونية متطرفة أدت صلوات تلمودية داخل المسجد وقامت بالشتم اللفظي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى باحات المسجد الأقصى والأماكن الإسلامية المقدسة في هذا المكان، ما أدى إلى استنفاذ كل طاقات الصبر للمقدسين داخل المسجد واندلاع بعض المواجهات. تقوم قوات الاحتلال الاسرائيلي باخلاء المواطنين المقدسين الفلسطينيين من داخل المسجد وتحضير الامر للمناسبات اليهوديه كالصلوات التلموديه والاستفزاز والسجود الملحمي داخل المسجد. الاحتلال الاسرائيلي يهدف من هذه السياسه التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى كما فعل في المسجد الابراهيمي في الخليل. نعم. هناك استطاع ان يقسم المكان جغرافيا وزمانيا ومكانيا. نعم عبد الهادي، هل هناك مواجهات بين المواطنين وهل اسفرت هذه المواجهات عن اي اضرار؟ بالطبع المواجهات لم تكن في مدينه القدس فقط، بل المواجهات ايضا تندلع في جنين وفي نابلس وفي بلده سلوان وفي بلده كفر قدوم، وايضا الآن استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال مواجهات جنين أمس، حيث أنه أصيب بعيار ناري مباشر في صدره، واليوم لقي هذا المواطن الفلسطيني استشهاده قبل لحظات. وأيضا المواجهات مستمرة في بلدة كفر قدوم في خلقية وبلدة سلوان في القدس المحتلة. كل هذه الأحداث أدت إلى اندلاع غليان شعبي في مدن القدس الغربية وفي مدن الداخل المحتل. فيما تستكمل قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاريع الاستيطانية بحق الأراضي الفلسطينية. نعم عبد الهادي، أنت تحدثت وقلت أن هناك اقتحام في فترتين، في فترة صباحية ومسائية. كنت سأسألك كيف هو الوضع الآن يعني بعد الاقتحام صباح اليوم، ولكن على حد تعبيرك أنه أيضا الاقتحامات مستمرة، هل هناك يعني بوادر أن تتم هذه يعني الاقتحامات مستمرة حتى الفترات اللاحقة في مساء اليوم؟ بالطبع عزيزتي، الفترة المسائية هي تكون بالتحديد الساعة 4 مساء، ربما الآن هي تكون وقت الاقتحام في الفترة المسائية الثانية، والصباحية تكون بتزامنا تحديدا في الساعة 7:30. يقوم المستوطنون الإسرائيليين باقتحام المسجد وأداء كل طقوسهم الخاصة بهم، ما يؤدي إلى اندلاع اشتباكات بين الفلسطينيين والمقدسيين، لتأتي قوات عناصر الجيش الإسرائيلي مدججة بالسلاح وتسد هذا المواجهة وتترك وتفتح المجال للمستوطنين الإسرائيليين باقتحام باحة المسجد. عبد الهادي، سؤالي الأخير يعني هل تزداد هذه الاقتحامات يعني في المناسبات الدينية وفي الأعياد مثلا، في نحن الآن في العشر الأوائل من ذي الحجة، أم أنها على مدار الأشهر وعلى مدار الأيام؟ ماذا برأيك؟ هل تزداد في هذه الأيام؟ بالطبع زميلتي، طبيعة الاقتحامات للمسجد الأقصى تكون وتيرة يومية
ما يخالف الأيام التي يكون فيها مناسبات إسرائيلية أو مناسبات فلسطينية بالتحديد. نعم. يقوم الجماعات الصهيونية المتطرفة الإسرائيلية بتلبية الدعوات ودعوات على أوسع نطاق لكل المستوطنين الإسرائيليين في الداخل المحتل وفي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. نعم. بما يسموها هي دولة إسرائيل. يتجه كل المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى لأحياء ربما طقوس دينية خاصة بهم، مناسبات دينية. نعم عبد الهادي، نعم واضح. وأيضا بدعوة الإسرائيليين والمستوطنين الإسرائيليين لإقامة لمواجهة لاندلاع المواجهات والتصدي للمناسبات الفلسطينية داخل المسجد الأقصى في المصلى القبلي وبوابة المغاربة وغيرها من الأبواب داخل المسجد الأقصى. نعم إذا زميل عبد الهادي فرحات مراسلنا في فلسطين، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات، كنت معنا عبر الهاتف.